نحن اليوم بالاجتماع مع مسار المجالس المحلية في لجنة تطوير وتعديل اللائحة التنفيذية ونظام داخل الإدارة المحلية، مشكورة وحدة الدعم الاستقرار وحدة تنسيق الدعم الاسيوم خلال المنصة الحقوقية، أمنا هذه الطاولة المستديرة مع المجالس المحلية للمحافظات، مجالس محلية المدن والبلدات، لنناقش معهم المقترحات وتعديلات النظام الداخلي واللائحة التنفيذية للإدارة المحلية. هي اللجنة المشكلة من الحكومة السورية المؤقتة اللي راح تصدر من خلال تعميم من خلال مجلس الوزراء بعد انتهاء مسارات العمل، من خلال المسار الاول مع المجالس المحليه، مسار راح يكون مع النقابات، مسار راح يكون مع الجامعات مراكز الابحاث، ومراكز مسار مع المنظمات الحوكميه، وايضا راح يتم استمرار هي الورشات بشكل دوري حتى نحن ننهي اعمال وننجز المهام المطلوبه من تطوير وتعديل اللائحه التنفيذيه والنظام الداخلي لعمل مجالس محليه في المناطق المحرره. توجيه من الحكومة السورية المؤقتة وبدعم من الحكومة السورية المؤقتة، عملنا اليوم ورشة لتعديل اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية، شارك فيها رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظات في بشكل عام في المناطق المحررة. وبدعم من الحكومة المؤقتة حضرنا ممثلين عن الجهات الرسمية لتعديل اللائحة التنفيذية، وإن شاء الله حتكون مبادرة خير في تعديل اللائحة التنفيذية.